تختار شي طاب اللي كتنظم مع جميع المنظمات اللي الثقافه والفن. راينا اننا نخدموا في واحد الاطار ديال تنظيم التظاهرات، الهدف منها هو ان شاء الله اعطاء القفطان المغربي واحد 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 العالمية اكثر مما هو يعني مما هو عليه، ووعي منا بالدور التشارك الجمعيات المجتمع المدني في تتمين المعطاد ديال طنجة الكبرى، وذلك بجلب واحد مجموعة ديال السياح واحد مجموعة ديال الفنانين للتعرف عن قرب على المورد الثقافي اللي كاين ديال مدينة طنجة ومن خلالها المدن المغربية، حتى يتسنى لنا أننا نشاركوا إن شاء الله للسلطات المحلية وكذا في جلب واحد عدد كبير ديال السياح، ومن ثم نعرفوا بالمورد الثقافي اللي كيصغر به القفطان المغربي إن شاء الله على الصعيد العالمي. إن شاء الله. إذا هذه الدورة الكم؟ الدورة الرابعة إن شاء الله. الدورة الرابعة إن شاء الله. معنا المديرة الفنية هناء شباب. هناء مرحبا. شكرا على الاستضافه. بالنسبه للقفطان نورتي، هذه الدوره الرابعه ديال قفطان نورتي. السنه اللي فاتت كان قفطان نورتي كرم الحضاره المصريه، وكانوا معنا مصممين الازياء من مصر، وكذلك كان معنا فنان نجم الجيل كما يلقب في مصر. هذه السنه هذه حاولنا اننا نحتفيوا بالقفطان المغربي وبالتراث المغربي، وحاولنا تكون ضيفه الدوره هي الصحراء المغربيه. كتشوفوا على حساب البروغرام ديالنا، كان البرنامج كيفتقر للفنانين من الصحراء، مي غادي يكونوا معنا الفنانه الصحراويه رشيده طلال غادي تكون متواجده معنا. بالنسبه للديكوراسيون ديال الديكوراسيون او التيم ديال قفطان نورتي هذا العام، غادي يكون التيم صحراوي 100% من ناحيه ديال الموسيقى، من ناحيه ديال الديكوراسيون. معنا النجمه سميره بن سعيد. علاش قسمنا النجمه سميره بن سعيد؟ الهدف ديال قفطان نورتي هو الاشعاع على الصعيد العربي والصعيد الوطني. بغينا نختاروا فنانه مغربيه اللي تكون انها كتمثل احسن من تمثل المغرب خارج المغرب. لهذا هذا العام هذا اخترنا سميره بن سعيد، وان شاء الله غادي تكون هذه الدوره كنتمنوا الدعم ديال جميع وسائل الاعلام سواء المحليه او الوطنيه، الدعم ديال قفطان نورتي من اجل الوصول الى مراتب احسن. كنتمنوا الدورات المقبله ان قفطان نورتي يكون من بين ابرز الحفلات اللي كيحتفيو بالقفطان المغربي. حاليا كنشوفوا رقم واحد في المغرب هو قفطان مراكش. كنتمنوا ان تكون في طنجه واحد المهرجان اللي كيحتفي بالزين المغربي في نفس المستوى ديال قفطان مراكش، ويكون كيمثل جهه الشمال. نعم. اذا الدوره الرابعه جاءت مختلفه على الدورات اللي سبقوها. فعلا غادي يكونوا مفاجات اللي غادي يكونوا بعد كل بعد على الدوره السابقه. وقفطان نورتي ما كيفتش على واحد النوع ديال اللي يكون افضل بين المهرجانات اللي موجودين كيحتفلوا بقفطان في الجهه او في طنجه، مي هو كيفتش على التميز يعني يعمل واحد الكاركتر خاص به، يعني كاركتر سواء في اختيار الفنانين، يعني ما مركزينش على ديفيلي مركزين على ديفيلي وعلى بلاطو ارتستيك. يعني هذا هو اللي كيميز قفطان نورتي على باقي المهرجانات اللي كيحتفلوا بالقفطان على صعيد الجهه. نعم. يعني غادي تكون الخشبات مختلفه، الخشبه ديال العرض ولا الخشبه ديال لا غادي يكون ستاج واحد، منصه عرض واحده اللي في نفس الوقت ملائمه مع الضغط يعني مع الفاصل الغنائي او فاصل ديال عرض الازياء. والمصممين كلهم من طنجه؟ معنا مصممين من طنجة، معنا مصممين من مصر، ولأول مرة في طنجة مصممة من الهند غادي تكون كاينة معنا. وبالنسبة للضيوف شرف، معنا ضيوف من مصر كذلك ضيوف مغاربة، ومعنا لأول مرة كذلك في طنجة سفير سلطنة عمان غادي يكون متواجد معنا في الحفل. نعم. إذا هذه الدورة الرابعة غادي تتوقعوها إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله 24 فبراير في أحد فنادق مدينة طنجة. اللي كيسول على الدعوه كاين شي هاتف عندكم؟ اللي كيسول على الدعوه ديجا كاين في الملصقات او في الصفحه ديال قفطان نورتي عبر الفيسبوك. يعني غادي يجبروا جميع المعلومات سواء الاماكن ديال البيع او المعلومات ديال الاتصال اللي بغى يحجز. طيب كنشكركم جزيل الشكر على تلبيه الدعوه. باقي شي اضافه الاستاذ ابراهيم بكر؟ بالنسبة للإضافة، هو كنطلب أننا متتبعين ديال القفطان أنهم إن شاء الله نهار السبت يجيو يحضروا معنا، لأن غادي يكونوا يعني عدة مفاجآت إن شاء الله اللي غتخلي المتتبع ديال القفطان أنه يعجبو العام إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا على تلبية دعوة البرنامج. رئيس الجمعية ديال التضامن للفن والثقافة الأستاذ إبراهيم بكر، الكاتب العام
استاذ عبد الله الغرباوي مديره الفنيه هناء شباب، ومعنا كريمه العيدي اللي ما سمعناش صوتها ديالها اللي هي مسؤوله على التواصل، ولكن انتم تبارك الله عليكم وصلتم وكفيتم. شكرا لتلبيه دعوه البرنامج، كنتمنى لكم التوفيق، بارك الله فيكم، تحيه عليا.